قواتنا المسلحة الآن على أعلى جاهزية في مواقعها الدفاعية. بالتأكيد نحن انتبهنا إلى نقطة هامة، وهي أن الغرض الأساسي من تدخل تركيا هو الوصول لمنابع النفط المنطقة الغنية، وبالتالي كان لابد من المحافظة على المنطقة، يعني هذا هدف استراتيجي لابد من المحافظة عليه. عادت قواتنا إلى هذه الأماكن لتحمي قوت الليبيين، لأن قوت الليبيين في خطر، وقوت الليبيين طبعا بالتأكيد استراتيجيا أهم من منطقة معينة أو مساحة معينة في لغة التكتيكات العسكرية والأهداف الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق كانت عودة قواتنا. الآن نحن أعلننا أن هذه المنطقة خط أحمر مدعومة بقرار عربي، يعني استمعت إلى قرار الجامعة العربية، استمعت إلى مواقف الدول العربية، أهمها الموقف الشجاع الذي طبعا يحترم جدا، والذي يؤكد فعلا المصير الواحد بين ليبيا ومصر. أيضا ما تم من تصريحات أخرى وما سمعناه من يعني أصوات واضحة تتحدث عن رفض الوجود التركي في ليبيا من العرب، السعودية، الإمارات، لا ننسى البحرين، الأردن، الجزائر، تونس، كل هذه الدول. وبالتأكيد هذه إرادة عربية، عندما تجتمع كل هذه الدول على رفض هذا التواجد، بالتأكيد نحن إذن أمام معادلة على تركيا أن تستوعبها.